جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. قال ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأتي على ذنب دون الشرك، ولهذا جاء في الحديث: إن الربا 73 بابا أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.